مريض كمسة الحدود، ولادنا راهم في الأزمة، لا خدمة لا يدمع. الأزمة الحدود درك ملي رينا راهم في الأزمة، ولادنا راهم في الأزمة، لا خدمة لا يدمع. مريض كمسة غير راحة، راك شتي كي دايرة الحالة ديالنا، كلشي طايح علينا. عطاونا جوج نعجات، رحنا مربينهم، اللي ماتت ماتت واللي باقي عايشة باقي، رحنا مربينهم فوق ناكلوا من هاد النعجات. حنا خصنا يعطيونا واحد الدعم يكون زين اللي ينفعنا وينفع وليداتنا، ويدبروا لنا على وليداتنا، يخدموا واحد الخدمة اللي تنفعنا وتنفع وليداتنا. درك ولادنا هجروا من البلاد، كاين اللي هجر، ولدي راه في الصحراء يستأذي 3 شهور من ما عندناش. راكي تشوفي الحالة كي دايرة، رحنا عايشة أنا وجوجتي وشيخي ووليداتي ونسى حميتي. راكي تشوفي لا طاح الفار من السما يطيح يموت. النهار اللي كانت الحدود كنا عايشين الحمد لله بخير وعلى خير، درك اختي ما كانش. باللي رضت الحداده رحنا ضايعين، الشباب ضايع، وحنا الحق اللي راه يصيبطنا لنا سيدنا ما راهش يوصلنا. حنا بغينا الحق اللي راه يصيبطه لنا سيدنا والشيء اللي راه يصيبطه لنا سيدنا، حنا بغينا ناكلوا منه ونشربوا، ما راحنا نبكيو على حتى شي حاجه. ولا بغيتم هذا الشيء اعطيونا حقنا، ما نبكيوش على الحداده. حنا النهار اللي كانت الحداده ما كناش نبكيو على الشيء اللي كان يصيبطه لنا سيدنا، كنا كان الله يعاونهم. صاديه هذه مهله 3 سنين ملي تسدت علينا من المنطقه الحدوديه، وحنا في واحد الازمه، الشباب يعني راه في ضياع اقتصادي. انت هذه اغرس الاشجار يعني ما ماشي بديل، هذا ماشي بديل اقتصادي، هذا عنده مهله نخدموا فيه او 3 ايام او 4 ايام، يعني ما ماشي بديل اقتصادي هذا. اللي بالله ولنا هذه الحداده ما بقينا نشوفوا لا تجاره لا والو، ورحنا نشوفوا في هذا الحوت والناس مصوفجه وما كانش الخدمه، والناس كاع راها قاعده تلغالو الحوت 200 دور ما يبغيش يديه عليك. لا اله الا الله محمد رسول الله. وبغينا الحداده تحل، ما بغينا حتى شي حاجه، بغينا غير الحداده تحل. والناس راها ضايعه والشباب كلشي راهم قاعدين، الخضار يشوفوا في بعضهم بعض، مول الحوت يجيب الحوت يبقى يشوف فيه، الراجل ما عندوش حتى 200 درهم في الجيب، ما جبرناش كي غادي نديروا دروك. السلام عليكم. الحدود بلعوها والازمه، وبعد ما يحشوا يدخلوا لدارو اليوم الله غالب. من جبال الخبز، خبزه ما بقاتش، الله غالب، ما كان بقى والو، حال حاط الله، معاونة ما كانش، وحسبنا الله ونعمة الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ما بقى والو، ضرب ما يحشم كاع يدخل لدارو، الخدمة ما كانش، الجورني ما كانش، الاحتياجات الخاصة رانا فيها، مع الله غالب ما كانش اللي يعاوننا، ولا إله إلا الله، لا جا ربي يجيب شي رحمة. نقولوا لهذ الحكومة خويا راه هذه البلاد قتلتوها لنا، هذا حفيه، وسيرتو ملي خلقت الحدادة. راه ازمه كبيره هذه، الله يرحم الوالدين، يعني نطلبوا من هذه الحكومه تعطي شويه وقت لهذا الشعب، تخلق له شي مشاريع اسيدي. يلا والله اسيدي، راه الشعب مضعزع مضعزع بزاف بزاف بزاف، وسيرتو ملي تبلعت الحداده، رانا نقولوا اشوفوا كي ديروا مع هذا الشعب يا سيدي، راه الى نظره مصيبه. كنت تقول لهم يا دورو جي غاليه، الحوت راه ديالنا حنا في المغرب، ولا ناكلوه ب 400 دورو، لان ما علاش هنا كي بلعت علينا الحداده بلع علينا كل شيء، هنا تبلعت على المغرب الشرقي كامله، وعلى كل على اي مواطن هنا مغربي الشرقي راه يعاني، رانا نعاني واحد المعاناه كبيره هنا، راه ما بقى هنايا والو، راه بقى لنا هنايا غادي يبقى هنايا، ماش غادي نبقى نديروا هنا الفوضى ولا شيء، راه الازمه اللي راه فيها المغرب الشرقي خصكم تنوضوا وتشوفوا هاد المسؤولين تاع المغرب، خصكم تشوفوا كي ديروا باش تجيو تشوفونا هنا في المغرب الشرقي. رانا اثر اغلاق الحدود البريه المغربيه الجزائريه من جهه، وغياب بدائل او مشاريع كبرى من جهه اخرى، ادى الى ارتفاع نسبه البطاله الى حوالي 23%. بالنسبه للجورنيس وكذا راه ما عندها والو. انت شنو كتفكر؟ تفكير الهجره خارج الوطن، راه كاع الشباب كلشي كيفكر هكا. محلات تجارية اضطر ملاكها لإغلاقها أو بيعها بأثمان زاهدة بسبب الضرائب المتراكمة عليهم والخسائر التجارية الناتجة عن الركود الاقتصادي. هذه المنطقة أصبحت تحتضر والأسباب كثيرة.